السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم فطيرة على شكل بسطيلة تجي زوينة وبنينة. كنرفقوها بالحامض وبالسوجة. كان درتها على أساس ما كانش عندي الورقة موجودة في الدار، دونك اللي درتها بواحد العجينة ديال المسمن كتجي مورقة وزوينة. نتمنى إن شاء الله تجربوها، راه كتجي سهله. ما نبقاوش نتسناو حتى تكون عندنا الورقه عاد نديرو بحال هكا. نقطعها معكم دابا باش تشوفوا كي تجي من الداخل. العماره ديال هذا قلت لها على شكل العماره ديال البسطيله ديال الحوت تقريبا تقريبا. المهم موجود في عندي هو اللي باش عمرت. هانتوما تشوفوا كي تجي من الداخل، والاهم انها بنينه. نتمنى تجربوها ان شاء الله وتبطوا لي الخبر في لي كومونتير. المقادير اللي غادي نحتاجو على بركه الله نبداو. خديت هنا صدر ديال الدجاج مقطع طريفات صغار، عندي هنا شويه الكروفيت، عندي بصله مشلضه رقيقه بزاف، عندي شويه الكالامار قطعته طريفات صغار، واحد الفلفله حمراء مقطعه طريفات صغار كذلك. غنحتاجو الشعريه الصينيه، الفرماج حمر محكوك، شويه سكينجبير، شويه البزار، ضمة البنة متسمة ديال الحوت، شويه الملحه، شويه الخرقوم. غنحتاجو كذلك جوج دروسه ديال الثومه محكوكين، وعندنا السوجة. هادو هما المقادير اللي غنحتاجو ان شاء الله في لافارس ديالنا. اول حاجه غادي ندير غناخذ هاد الشعريه الصينيه نرطبها في الماء طايب ونتلاقاو. خديت المقله ديالي وضعت فيها البصله، ضفت عليها طريفات ديال الصدر اللي قلنا مقطعين صغار، الفلفله مقطعه طريفات صغار كذلك. ومثال هاد الفلفله الحمراء كتعطي واحد المذاق زوين، الثومه، الملحه والخرقوم. الملحه نحاول نديرو قياس حيت عندنا السوجه مالحه والطماط البنه كذلك مالحه، البزار وسكينجبير، وديك الضمة ديال البنة ديال الحوت تنفرستوها على هذا الشكل هذا. وضعت هنا شوية ديال الزيت النباتية، غنردوهم وتشحرو ونتلاقاو. بالنسبة للكالامار والكروفيت ما غنديروهمش دابا، تيقرب يطيبو عاد نديروهم هما تيشدوش الطياب وما يقصحوش لينا. كذلك بالنسبة للفرماج والسوجة. الخليط ديالنا بعد ما وضعناه فوق النار بدا تقريبا طاب هذاك الصدر ديال الدجاج، ضفت عليه الكالامار. تنعرفوا الكالامار ما خصوش يطيب بزاف سينو تيولي قاسح. ضفت عليه الكروفيت، وديك الشعريه الصينيه اللي رطبنا في الماء طايب وصفيناها وقطعناها بيان سور. ضفت عليهم السوجا صويا صوص. غنحل كل عناصر مزيان. نسيت ما قلت لكم هنا واحد طريف ديال ربع مصيره مقطعه طريفات صغار، نسيت ما ذكرتوش في المقادير. العناصر ديالنا بعد ما تخلطوا وطابوا تيجيو على هذا الشكل هذا. تنضيفوا عليهم الفرماج الحمر طبيعة الحال والعافيه مطفيه،
كنوضعو على جنب باش تبرد لنا لا فارس، وندوزو نعجنو العجينه ديالنا. بالنسبه للعجينه عندي هنا جوج كيسان ديال الفورس وجوج كيسان ديال الفينو، قبصه ديال الملحه، الماء بارد، كنعجنو العجينه ديالنا. من بعد ما تجمعات تولي على هذا الشكل هذا، تنخليوها ترتاح شويه باش ما تعذبناش حيت نبغيو نسرحوها. العجينه ديالنا بعد ما ارتاحت هي كتبان لكم طلقات. عندي هنا شويه ديال الزيت وشويه ديال الزبده، تنقسمها كويرات متوسطين، ما يكونوش صغار ما يكونوش كبار. نورمالمون كنحتاجو 3 الكويرات، هذيك الرابعه الا بغينا نزوقو بها. كناخذو من بعد ما تسرحو لنا الكويرات، تناخذو الكره الاولى وكنسرحوها على شكل مسمنه، نسرحوها مزيان تطولي رقيقه. درا الا طلقات العجينه كطوع في اليد غير كتسرح ما كتعذبش. حنا كنسرحو وكندهنو بطبيعه الحال بالزبده وبالزيت. غنعاودو نزيدو شويه ديال الزبده في الوسط باش تجينا مورقه. صافي نجمعوها على شكل مسمنه. خديت طوالي غندخل الفران دائريه، درت فيها هاد ورق الزبده، دهنته شويه وغادي ناخذ ديك المسمنه اللي درت ونسرحها. خاصها تكون رقيقة، ماشي مهم الشكل يبقى مربع حيت اصلا انا عندي الطاوة مدورة، المهم هو تكون رقيقة. ناخذ الطاوة ونديرها نديرها فيها، صافي. دابا غادي نحاول نردها على شكل دائري وانا كنسرح في وسط المول. هي دابا ولات تقريبا شكل دائري. كما كتشوفوا دابا غناخذ لافارس ديالي من بعد ما بردات طبعا، وغادي نوضعها فوق هذيك الرغيفه اللي درت. نسرحها مزيان، حاولوا ما نفوتوش بيان سور العجينه. صافي ها هي. دابا غندوزو باش نسرحو الكره الثانيه ديال العجينه ديالنا بنفس الطريقه. كنسرحو
هذه ما عرضناش بها نديروها على شكل رغيفه، هنخليوها هكا مدوره. ونضعها نخطيو بها هذيك لافاس اللي درنا على هذا الشكل. هذا نحاولوا نلمطو من الجوانب باش ما تخرج ليناش لافاس طبيعة الحال. نبقاو غاديين وحنا كندورو في الطاوله حتى ندوزو كاع الجوانب. هنا كندهنو يدينا بالزيت باش ما تسخليناش العجينه وتجينا سهله. نعاودو نهزو الكره الثالثه بنفس الطريقه، ندهنو بالزبده باش تجينا مورقه. ونعاودو نخطيو ونعاودو العملية بحال كدرنا في الأول. الفكرة شرح راسها بالصور صافي. دابا من بعد ما لمطنا كاع الجوانب هانتوما شتها كي تتولي، دهنتها شوية بالفوق بالزبدة. هذيك الكرة الرابعة اللي قلت لكم هي زايدة، درتها باش نزوق هذا الفوق، حطيتها في الوسط، حاولت نعطيها شكل تاع الفراشة بابيون. على هذا الشكل هذا خديت صفر ديال البيضه، نضفت ليه واحد شويه ديال السوجا، صافي طربته مزيان. ودهنت بيه الفطيره، الوجه ديال الفطيره ديالنا. الفرن شعلته على 180 درجه. صافي دابا واجده باش ندخلوها الفران نتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي ديال الفطيره. ها هي من بعد ما طاب ترجعي لها الشكل هذا، كتجي زوينه وبنينه. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر ان شاء الله في لي كومونتير ديالكم. اكيد غادي تعجبكم وما بقاوش حاصرين راسنا ما نديروش شحال من حاجه حيت ما متوفرش عندنا الورقه. نديبانيو راسنا بحال هكا ولا النتيجه تقريبا تكون بحال تقريبا تقريبا. نتمنى تجربوها وكنقول لكم الى اللقاء في وصفه قادمه بحول الله.